في عام 2016 دخلت الكويت إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر ألبوم رقمي لأشخاص يحملون لافتة ضد التنمر الطائفي والعنصري والمدرسي والوظيفي. راح نتكلم عن هذه الحملة أكثر مع مؤسسة ورئيس حملة ضد التنمر الدكتورة إيمان الشمري. حياة الله معنا. مساء الخير، مساء النور، منورتنا. جزاك الله خير. يعني أنا أقول المرأة الكويتية لا يقف أمامها عائق. طبعا. وأنتي حطيتي أمامك هذه الحملة وأسستيها من الصفر علشان توصلين رسالة. قولي لنا عن هذه الرسالة. والله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. بفضل من الله سبحانه وتعالى وبإلهام منه وددت أن أهدي بلدي هدية وهي أن تدخل بلادي موسوعة جينيس. هي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها الكويت موسوعة جينيس، ولكن كان في العام المنصرم كان في موجة أو موضة سائدة أن الدول المجاورة كانت تدخل موسوعة جينيس. نعم. فغرت على بلادي وقلت يعني لازم نسوي شيء، ففكرت أنه أسوي شيء يدخل الكويت موسوعة جينيس. فاخترت أن يكون هذا الشيء ملهما بقائد الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فأن يكون شيء ضد التنمر والتمييز والطائفية والعنصرية. نعم. فكان ما كان ولله الحمد، وحققنا الإنجاز الأول وهو إدخال الكويت موسوعة جينيس. بالتوازي مع هذه الجهود هناك بديت بالإنستغرام، أسست موقع يعني متواضع بالانستغرام، الآن يصل المتابعين إلى 2800 دون جهد تسويقي. ممتاز. دون جهد تسويقي. نعم. الفولورز مخلصين من السنة اللي فاتت، الآن داخلين احنا في السنة الثانية. نعم. أنتجت أفلام قصيرة للانستغرام للتعريف بألم التنمر. ترجمت أعمال أجنبية واختصرتها في دقيقة، ويمكن لما بدينا كان الانستغرام 15 ثانية فكان جدا صعب. بعدين انتقلت إلى اللي هي الدقيقة، يعني جزاهم الله خير. فالحمد حسوا لله بالمعاناة. حسوا الانستغرام، استجاب الله لدعوتنا، فصارت دقيقة. الدقيقة خدمتنا أكثر. أمتلك الآن تقريبا 16,000 صورة لشعب الكويت وهو يحمل اللافتة التي كانت تقول شيم يعار علي، كان هو شعار الحملة في السنة المنصرمة. هذه السنة إن شاء الله مستمرين أيضا ملهمين بصاحب السمو حين تكلم عن الحوار، أنه يجب أن صحيح. يكون هناك لغة للحوار. فأنشأت مسابقة الآن اسمها ذا ديالوج الحوار، وهي مساحة في الانستغرام تتيح لأي شخص أيا كان على أرض الكويت بأي عمر أن يقول دقيقة يعبر عن نفسه خطابيا باللغة العربية الفصحى أو باللغة الإنجليزية، يعبر برسالة إيجابية بقصة شخصية. أهداف هذه المسابقة تتعدى أنه إحنا نتكلم عن التنمر، أهدافها خلق جيل شاب موهوب قادر على التخاطب وقادر على التعبير. إحنا لو نشوف الجرائم التي حدثت للأطفال مثلا من اعتداءات وهذا، صحيح. كان لو كان الطفل يستطيع أن يتكلم ويعبر عن ما يحدث له من انتهاك أو من عنف أو أي شيء، كان إحنا ممكن ننقذ أطفال عديدين. فإحنا عندنا هذه المشكلة، لغة الحوار هي الآن أصبحت تكاد تكون معدومة حتى من الكبار. يعني نجد في مجلس الأمة وهذا مجرد ما يكون في حوار يحتد يعني ينتقل إلى مراحل أخرى. فإحنا في جرس إنذار صغير في قلب أم أنه إحنا لازم نسوي شيء. لازم نخلق هذه الثقافة الجديدة أنه تكلم عبر عن نفسك. فبهذا جاءت مسابقة ذا ديالوج. حلو. على موضوع لغة الحوار، لأن صراحة موضوع جدا مهم وشدني، خاصة أن إحنا في عصر لغة الحوار تكاد تكون معدومة. صحيح. بسبب أن الكل منشغل في تليفونه وعبر السوشيال ميديا. صحيح. من المسؤول علشان الطفل هذا يكون يعني محاور جيد يعبر عن نفسه وعن آرائه ويكون عنده قيم ومبادئ؟ شوفي، أول شيء يعني سؤال جدا جميل. في شيء إحنا الأكاديميين لربما نتميز عن غيرنا أنه إحنا ندرس ويعني نعالج ونلاحظ المجتمع، وللأسف لا أحد يستشيرنا ولا أحد يستفيد من خبراتنا. نريد أن نخدم الكويت، لكن لا يوجد متنفس لنا أنه نطلق أفكارنا. أنا كإنسانة يعني برأيي المتواضع
أنه قياساً على التجارب السابقة، يعني أنا يمكن أبلغ من العمر معي، مريت في مراحل، مثلاً ظهور بطولة الستلايت، العمر يا رب. ظهور شكراً ظهور الستلايت في الكويت في التسعينات، أصبح الكل يعني حرام حلال حرام حلال، نفس صح الآن اللي قاعد يصير بالسوشيال ميديا، أضرار الستلايت الآن قاعدين، التاريخ يعيد نفسه. فالآن لماذا نركز على يعني الستلايت؟ احنا حربنا عليه، او انا مش انا شخصيا، لكن الحرب التي تمت عليه في التسعينات لم تفلح صح واستمر القطار. الان السوشيال ميديا لن نستطيع ايقاف القطار، فلماذا نهاجمه؟ خلينا نستغله كاداه. فالان فكره الحوار انه انا عندي انستغرام، عندي دائما اقول احنا جعلنا الحمقى مشاهير، يا اخي طيب اخذ الاطفال الموهوبين واجعلهم مشاهير. صح لماذا لا يوجد في الكويت اي لجنه تتبنى مشاهير الأطفال، يعني عفوا تصنع مشاهير من الأطفال، تتبنى مواهب الأطفال، نسوي مسابقة كل سنة، يعني وزارة التربية مشكورة، هناك مسابقات، هناك مشكورة، لنذكر أيضا حرام عشان ما نكون ظالمين، الشيخة سعاد الصباح لديها هذه السنة مسابقة جميلة وهي الأولى من نوعها، وهي مسابقة البراعم، وهي تطلق تجعل الأطفال يحفظون قصيدة ثم يلقونها. ويلقونها. جميل. انا لا يعني انا تابعتها في الانستغرام للامانه، وهي فكره جميله. من هذا المنظور احنا ليش نحارب السوشيال ميديا؟ ما نجعل نقدر السوشيال ميديا نستفيد اداه، منها، جزاك الله خير. نحولها الى امر فهذه ايجابي. الفكره، انا ذا ديالوج انه احنا ايضا التحذير انه لا تحطون صوركم بالانستغرام او هذا راح تبقى للابد. طيب ما اجعل المحتوى الايجابي يبقى للابد، صح ما المانع؟ فهذه هي the whole idea، انه احنا بدل ما نمشي نحارب ونقعد نفن شلون نحل الازمه وكذا كذا، طيب استغلها، طفلي وطفل فلان وطفل فلان يتابع مشاهير في اوروبا وامريكا، صح لاني لا ليس لدي مشهور فعال ومؤثر للاطفال. نعم الطفل يؤثر عليه طفل مثله، صح الطفل لا لم يعد يستجيب للكبار، واصبح لديه هو مشاهير يبي المميزين. احد من نفس جيله من نفس جزاك الله عمره. خير. وين احنا؟ يعني انا في طفولتي كنت اشوف الى ابي وامي مع التحيه، الى ابي وامي مع التحيه هي هو انتاج مشترك بين وزاره التربيه وتلفزيون الكويت. نعم اذا هناك كان في تفعيل لدور العلماء والنفسيين والاكاديميين. صح. احنا نفتقد هذا، صحيح. احنا للاسف اتجهنا للمناظرات والمؤتمرات التي ننفق عليها الملايين والالاف، واخر شيء لا يستفيد منها الا الجالسين فيها ممن يعني مسكوا الميكروفون وفرح لهم 5 دقائق، لكن وين التوصيات؟ ما في. صحيح. وين الانجازات؟ ما في. لنستغل الماده، نضع جوائز للاطفال، خلي الطفل يتكلم، يحط الفيديو ماله. شوف الان يعني صراحه ما يؤلم انه صار الان المشهورين الاطفال رقص، كله يرقصون، يا بنات رقص يا يرقصون، غنى. يا رقص صح يا غنى. وين الخطابه؟ وين الشعر؟ وين تشجيع إذا الشعر؟ ما تشوفين هذا هم الأهل لهم دور فيما يقدم طفلهم، أو أنه يعطونه ثقافة أنه هو يقدم الشيء الزين. صدقيني لازم نبدأ بخطوة. وبعدين إحنا لا تلومين الأهل ولا تلومين أحد، لأن إحنا يعني مجدنا هؤلاء. لو إحنا يعني أطفالنا، يعني الأم الآن تطالع مثلا، تطالع شخصية معينة، الأم لا تطالع، يعني ما تقعد تطالع داعية، أو لا قاعدة تطالع قدام بنتها فلانة وفلانة فاشينيستا أو whatever. إحنا نعلم أطفالنا ترى الطفل ما يتعلم بالإلقاء ولا هذا، يتعلم يشاهد أبوه يشاهد أمه، شوف هم شو يسوون، هو بدون ما يشعر يقلدهم. فلو احنا صنعنا هذه المسابقات وكثرنا منها وعطينا مجد، احنا ايضا لا نمجد العلماء. اسئله سؤال عبد الرحمن الصميط، اي ابو الانسانيه، صحيح. هل لدينا شارع بالكويت باسم عبد الرحمن الصميط؟ نعم. الشخصيات الكويتيه العظيمه، نساء الكويت العظيمات، هل لدينا، هل مجدناهم كما يجب ان يمجدوا؟ علماء الكويت، عندنا مخترعين كويتيين، هل نجد أساميهم في شوارعنا؟ هل نجد لهم مراكز؟ إحنا نمجد شخصيات معينة، لهم جميع الاحترام، أنا ما أتكلم عن الكويت لكن أتحكي إحنا كأشخاص. صحيح. إحنا نمجد الرياضيين، نمجد الممثلين، نمجد المغنيين، لكن لا نمجد العلماء. فلا تلومين الأب والأم، فهي ثقافة مجتمع بحد ذاته تحتاج إلى تغيير التغيير، طبعا. ومن خلال هذا العمل اللي أنتم قاعد تسوونه قاعد تحاولون أن أنتم تغيرون. دكتور احنا مستمرين معك، لكن نروح الفاصل ورادين.
رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل ومستمرين في حديثنا مع الدكتورة إيمان الشمري مؤسسة ورئيس حملة ضد التنمر. حوار جميل كان في البداية، وذكرتي في ختام الفقرة اللي طافت قبل لا ناخذ فاصل إن في إحنا عندنا هني تنمر، إحنا قاعدين نعطي تمجيد لناس في الفن في الرياضة وفي ولا قصورا طبعا في جهودهم اللي قاعدين يبذلونها، لكن إحنا عندنا مخترعين، عندنا علماء، عندنا ناس قدموا لهذا المجتمع، قاعد يأثر تأثير اللي قدموه قاعد يستمر إلى سنين طويلة، لكن وينهم؟ هذا شوفي أنا يعني أقطع كلامك بالخير، هذا اللي تتكلمي عنه هو التنمر ضد المبدعين، بس خلينا نقول التنمر لأنه خلينا نتكلم عن التنمر بشكل عام علشان أيضا توضح الصورة. أنا شوفي أنا أتوقع الآن على قولتك الجيل اللي يبحث خليهم يطقون تنمر في جوجل، أنا بقولها بمنظور ثاني. لو كنت أنت في المدرسة كطفل أو كطالب أو كمدرسة تتعرض لمضايقات مستمرة نفسية جسدية أو لفظية، إذا أنت ضحية تنمر. لو كنت أنت في وظيفتك ومسؤولك الذي يعلوك منصبا أو يعلوك سلطة أو يعلوك قوة يمارس عليك أفعال أو أقوال أو معاملة معينة تؤثر عليك سلبا بتكرار، إذا أنت ضحية. لو كنت أنت امرأة قد يمارس عليك أسريا استغلال أو عنف أو أي سلوك متكرر نفسي جسدي لفظي، إذا أنت ضحية التنمر. إذا تعريف التنمر فيه صفة التكرار لأي أذى. نعم. فهو يختلف عن لما نقول عنف، التنمر هو تكرار للعنف. لما نتكلم عن الإهانة، التنمر هو تكرار الإهانة. هي نعم. وجود التكرار. وهذا التكرار في دول أوروبا يؤدي إلى الانتحار. صحيح. الآن في الكويت كان عندنا حالة، والله أنا يعني لما يعني شوية مؤلمة، اللي هو الطفل اللي حرق المدرسة. اي نعم. كان هو متفوق، هذه الحادثة هو ضحية تنمر. صحيح. كانوا يطنزون عليه وكان المدرس لا ينتصر له. فهو ضحية تنمر. الحين وضح التعريف؟ نعم وضح التعريف. زين خلينا شو خلينا ندش في موضوع آخر وهو التنمر من المنظور الإسلامي. نعم. يمكن أنا أختلف عن غيري إني إنسانة أنعم الله علي كما أنعم على الكثيرين إنه إحنا نقرأ، يعني أمة تقرأ، وولدت انا يعني لوالدي الدكتور. نعم. كنت في طفولتي يعني بدل الالعاب كنت اقرا. فالقراءه هي مهمه جدا. صحيح. حتى في محاربه التنمر، لان افضل صديق هو الكتاب. فخلينا ناخذ القران الكريم. القران الكريم تحدث عن التنمر في حالات عديده ولاشخاص ولمجامع. نتحدث عن الحاله الاولى وهي لأشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدنا محمد كان يتعرض للتنمر منذ بدء الرسالة السماوية. صحيح. هذا التنمر كان أخف وطأة قبل وفاة عمه. نعم. الذي كان هو ذا سطوة في قريش. فبالتالي هناك التأثير الأسري، الترابط الأسري جدا مهم لمحاربة التنمر. سيدنا موسى رسول الله، واحد من الرسل طبعا الكرام، كان يتأتئ وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه أخوه، لأنه كان يعني يخاف أن يتنمرون عليه، لأنه هو يتأتئ. فقالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون، وهو أيضا يعني أنه إيش ليفقه قولي، يعني طلب من الله سبحانه وتعالى، رجى الله أن يبحث معه أخوه. إذا وجود الأخ والأخت والروابط الأسرية جدا مهم في مقاومة التنمر. الآن في المجتمع الكويتي للأسف نادر جدا ما ترين أخو طالع مع أخته. نادر جدا ما تشوفين أخو طالع مع أخو. صحيح. مفهوم الأسرة عندنا أصبح مختلف عن المفهوم الأساسي من قبل 10-20 سنة. أنا ابني لما يتعرض لتنمر في المدرسة دائما أقول له الطالب اللي السنة اللي فاتت كان مزعجك أين هو هذه السنة؟ لكن أخوك أين هو؟ أخوك موجود السنة اللي فاتت، أخوك موجود هذه السنة بإذن الله، موجود إن شاء الله معك طول العمر. صحيح. فأخوك أختك أصدقائك، أمك أبوك أصدقائك. فهذه الدائرة من الأمان. نعم. يجب إحنا أن نحرص عليها. تغذية القيم العالية، تقليد الغرب أن أطلع مع ربعك، أطلع مع وطبعا حصر العائلة في زوارة. صح. هذا أصبح هذا جدا. فهنا منظور القرآن الكريم أنه هو وضع أمثلة على وجود الأخ
وفي سيدنا متمثلا في سيدنا موسى وهارون، ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية كان عمه موجود. دخول أيضا عمر بن الخطاب للإسلام وهو كان من الشخصيات القوية خفف من التنمر على المسلمين. الآن هذا اللي هو المفهوم الصديق الأخ الأسري. الأسري لو صحيح. لم يتواجد الأخ، نجد في السيرة النبوية الصديق أبو بكر حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فلما فقد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام واحد زوجته خديجة وعمه، سبحان الله، كان وجود أبو بكر بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو بمثابة يعني سد منيع، صديق، صحيح. أخ. فهنا وجود صديق مخلص مهم في محاربة التنمر. نعم. فلو ابنك أو أخوه أو أخ فلان أو فلان كان ضد تنمر كثير، لكن المؤازرة أن يكون هناك صديق مخلص، هذا حل التنمر، موجود نعم. أيضا في القرآن. ننتقل إلى التنمر ضد الأشخاص وضد المجاميع. نعم. بنو إسرائيل كانوا يتعرضون للتنمر في مصر، ثم أمرهم الله في الهجرة، بالهجرة إلى بلاد الشام. الرسول صلى الله عليه وسلم قاسى في قريش، ثم أمر الله بالهجرة للمدينة، ولكن قبل هذا أيضا هاجر المسلمون للحبشة. فالهجرة النفسية والجسدية ذكرت في القرآن، فهي حل تعتبر. فهي تعتبر حل. راح أقول لك الحين بدخل بسقطة على التنمر، حالة معينة من التنمر النفسي، الهجرة النفسية. يقول: وإذا خاطبهم، سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالشخص اللي يزعجك في الكلام، أنك أنت يعني السلام هذا أنت تضع بلوك عقلي ضد هذا الشخص، وبعدين وهجرهم هجرا جميلا. فهنا الهجر النفسي للأشخاص المتنمرين هو حل. نعم. الآن أنا ترى أتجمد في الاستوديو، فصوتي يلا يطلع ناس. الهجرة الجسدية وهي المتمثلة في هجرة بني إسرائيل من مصر، والمتمثلة في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهجرة الصحابة في بداية إلى الحبشة. الآن أنا ما أريد أن أعبر عنه، وأننا نمتلك مخزون من الحضارة الإسلامية التي يجب أن نستنبط منها طرق حياتنا، والتي للأسف إحنا نتردى الآن، لأننا نتبنى قوانين نفسية واجتماعية وردها لنا الغرب. هي مخلوقة من بشر يخطئون ويصيبون، لكن صحيح. عندنا رب البشر وهو العالم بطبيعة الإنسان أعطانا حلول، لكن للأسف ما في أحد يلتفت لها. صحيح. الآن أريد أن أسقط ذلك على التنمر الوظيفي. أنا أطلبوا مني في التويتر أني أتكلم عن التنمر الوظيفي. قولي لنا عنه. الآن نعاني إحنا في الكويت، أو نحاول نحن في الكويت الإصلاح، والإصلاح يبدأ من الفرد. الفرد الكويتي عندما يكون في وظيفة معينة ويعاني من تنمر مسؤولة أو تنمر زملائه في العمل، فإن الحل يكون أمرين. نعم. يا أما أنه هو يهاجم، يا أما أنه هو يتراجع وينهزم، صحيح، أو يتجه إلى الشؤون القانونية. وطبعا لأن هيكل العمل لا يسمح، يتوجه إلى يعني يشتكي رئيس المباشر إلى شؤون قانونية، ثم يضع عليه، يعني أنت لا تستطيع أن ممكن يدش تشتكي في مشاكل إذا هو في غنى عنها. فالآن لماذا لا نفكر، وإحنا أيضا يشتكون أن من إنتاجية المواطن الكويتي في بعض الإدارات والوزارات، الدراسات العالمية كلها تتحدث عن أن الإنسان عندما يعني يعيش على فعل معين لمدة طويلة يصبح عند يعني مثلا خلينا نقول محاسب، لو قعد 5 سنين هناك تعطيل لأدوات في المخ هو ما يستخدمها، هو بس يدخل الشغل يسوي محاسب، بس شيء روتيني بالنسبة له. فلماذا لا نسمح للشخص الكويتي أن يجدد دمه وأن يهاجر هذه الوظيفة اللي هو ضايف فيها؟ لماذا لا نمهد لتسهيل قوانين العمل في الكويت، ونسمح للكويتي صحيح. كما نسمح للوافد نعم. أن يترك وظيفة معينة إذا هو حس أنه لا يستطيع الإنجاز فيها، أو حس أنه ما يعني ما يبي يعطي فيها؟ إحنا صحيح. عندنا مشاكل حتى لو نتكلم عن هذه الهجرة، أنا يمكن كلمة هجرة قوية، أن الانتقال، نتكلم عن إحنا بالكويت عندنا نتكلم عن التعليم وتردي التعليم، وطبعا تردي التعليم هذه ترى حالة في كل دول العالم، الكل يشتكي لأن الكل يريد الكمال، والكمال لله وحده. شكوتنا من التعليم، أنا أعتقد أنه واحد يعني من قوانين الهجرة اللي إحنا نفعله، نحن لما نكون طفلة عمرها 18 سنة، أنا أقول طفلة ما يخالف،
18 سنة يوجه من قبل الأهل أنها تروح لوزارة التربية لأنها مدخولها ممتاز، لأنها اجتماعيا فهي ما مرضية. اتخذت القرار هي ما أصلا. اتخذت قرار، أنفقت أو قضت 4 سنين من حياتها في وزارة التربية، نعم. في كلية التربية، طلعت صارت مدرسة، اكتشفت أنها لا تحب التدريس. ليش إحنا ما عندنا شنو راح يصير لو هي عملت في وظيفة لا تحبها مثل التدريس؟ بالعكس، ممكن ان هي تنجز اكثر من خلال العمل الاخر اللي تختاره. لا، لو هي كانت مدرسة تعيسة صح، سوف ما راح يقاس. تقدم المادة اصلا بشكل جزاك الله خير. بالشكل فاحنا المطلوب. قبل لا نشتكي انه والله المدرسين مدرسين مدرسين، اسمحوا لهم بالاختيار يا اخي، اجعلوا الشخص قادر على اتخاذ قرار. صح، حطوا قانون مثلا انه كل 5 سنين يسمح للشخص انه ينتقل لوظيفة اخرى، يغير روتين عمله، صحيح يتدور، يعني ممكن يتدور في وزارة واحدة، صحيح. يسم تدويره والاستفادة من خبراته، هذه فيها تجديد دماء. فأنا أتكلم عن الهجرة هنا. نعم، الهجرة جدا، هجرة الروح من مكان مزعج سيء نفسيا هو حل من نعم. حلول التنقل. يعني أتوقع هذا الحل ممكن يساعد وايد ناس في إن هم ينجزون في عملهم ويقدمون العمل بالشكل صحيح. المطلوب. دكتورة إيمان، احنا داهمنا الوقت وكان بودي إن احنا نستمر في الحديث أكثر. شكرا لك على تواجد معنا زين. دكتورة، على عجالة اللي بتقوليها. عجالة بس أقول كل عام والكويت بخير، وأطلب من صاحب السمو طلب، هو ندرك أنه هو من أعطى المرأة حقها نعم في المجلس، صحيح، نريد أيضا إيقاف التنمر ضد المرأة وإعطائها عدد من المقاعد، هي نصف المجتمع، صحيح نصف مقاعد مجلس الأمة يجب أن تكون للمرأة. صحيح، وجوبها هو أن الأسرة هي من أم وأب، وجودها أن الطائر لا يطير إلا بجناحين متكافئين. نعم فنرجو من صاحب السمو الذي عودنا على حكمته وإنسانيته، وهو الحل لمعظم المشاكل اللي واجهتها الكويت نعم وقادها قيادة حكيمة، أن ينظر إلى قضية المرأة في مجلس الأمة، لأن النساء الكويتيات قادرات على أكيد العطاء، أكيد وأن الرجال المبدعين لم يأتوا إلا من امرأة قوية مبدعة. صحيح، المرأة الكويتية قادرة على كل الصعاب وواجهت شكرا. الكثير من الأمور. شكرا لك دكتورة إيمان الشمري، مؤسسة ورئيس حملة ضد التنمر. مشاهدينا، احنا بنروح لزميلنا الحارث المزيدي، متخصص في العلاقات الزوجية، لكن من بعد هذا الفاصل.